ما حكم المحاماة في الإسلام؟ محاباة؟ المحاماة. المحاماة في الإسلام إذا كان الإنسان يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل فهي خير ومأمور بها، لما فيها من إزالة الظلم عن المظلوم ومعاونة صاحب الحق على حقه. وأما إذا كان الإنسان يحامي بالباطل بأن يكون كلامه هو المنتصر فهذا حرام، فهي ترجع إلى نية المحامي.